بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائلة من الرياض تقول بأنها مصابة بالوسواس القهري، وهذا الوسواس يعطلها عن بعض العبادات وهي صابرة ومحتسبة. تقول: ما الحكم الإنسان المصاب بهذا مأجوري من حيث العبادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالوسواس مرض نفسي، وقد يكون من الشيطان العدو المبين يوسوس للإنسان ليضايقه، فهو إما أنه مرض عصبي نفسي هذا يراجع فيه الطبيب له علاج بإذن الله، وإما أن يكون ناشئا من الوسوسة من الشيطان، وهذا أيضا له علاج بالذكر والاستعاذة بالله من الشيطان والإكثار من ذكر الله ومن تلاوة القرآن الكريم والورد في الصباح والمساء وعند النوم، وأيضا عدم الالتفات إليه وعدم التأثر به، بل يرفضه الإنسان رفضا تاما ولا يضر بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: إذا أخر الإنسان الحج والعمرة إلى سنوات متأخرة من عمره، هل عليه شيء في ذلك فضيلة الشيخ؟ عليه الحج، عليه المبادرة بالحج ولو في آخر عمره، ويأثم على تأخيره من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة بالحج والعمرة قبل أن يعرض للإنسان ما يعرض، وأيضا الأصل في الأوامر أنها على الفور، الحج على الفور إذا توفرت شروطه وإمكانياته فإنه يؤدى على الفور ولا يؤخر، فلو أخره فإنه يبقى في ذمته لا بد من أدائه. نعم. هذا السائل من سوريا رفيق أحمد يقول: فضيلة الشيخ، أنا بدأت بطلب العلم، فما الكتب التي تنصحونني بها لأتزود منها، وخصوصا في الحديث والفقه مأجورين؟ الكلام ليس هو في الكتب، الكتب كثيرة ولله الحمد ومتوفرة، لكن الكلام والأهمية على المدرس. طيب شيخ، فإذا ظفرت بعالم مدرس تقرأ عليه في تطلب العلم عليه فهو يختار لك الكتب المناسبة التي يقررها لك ويشرحها لك، فعليك أن تبحث عن العالم الذي تتعلم على يديه، والكتب موجودة، هو يختار لك ما يشرحه لك. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. السائل حسن من القيصومة الشرقية يقول: يوجد لدي عم كبير في السن وتعرض لعدة جلطات في الرأس وأمراض، والآن ومنذ تقريبا سنة لا يعرف الصلاة، نعلمه ولكن دون جدوى، والآن يقول في رمضان الفائت نقول له: هذا رمضان عليك الصيام، ويصوم ويفطر في بعض الأيام، الحكم في مثل من هذه حالته؟ إذا كان تأثر فكره ولا يعرف الوقت ولا يستحضر العبادة فهذا ليس عليه شيء لأنه غير مكلف، أما إذا كان معه فكر ويعرف العبادة ويعرف الوقت وإنما يتأثر في بعض الأحيان فهذا يجب عليه أن يصوم ويجب عليه أن يصلي، وإذا ترك شيئا من الصيام والصلاة في وقت تأثره فإنه يقضيه إذا صح وعاد إليه فكره، أما إذا كان تأثره وضياع فكره دائما فهذا ليس عليه شيء. نعم. من أبهى فضيلة الشيخ السائل أبو علي يقول: رجل أصيب بمرض ونوم في المستشفى على أثرك لمدة 15 يوما، وقد عمل أثناء بقائه في المستشفى عملية استئصال زائدة حيث بقي لمدة 7 أيام لا يستطيع أن يتحرك من على الكرسي، ولم يتمكن من أداء الصلاة خلال تلك المدة، ماذا يجب عليه الآن علما بأنه
مضى على ذلك ما يقارب من 10 سنوات مأجورين. هذا أخطأ في تركه الصلاة. الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله، وهو على السرير أو على الكرسي. فإن قدر على تطهر بالماء تطهر بالماء، وإن لم يقدر فإنه يتيمم بالتراب ويصلي ولا يترك الصلاة. وإذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على استعمال التراب فإنه يصلي على حسب حاله، ولو بدون وضوء ولا تيمم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. أما وأنه قد ترك الصلاة هذا خطأ، والصلاة باقية في ذمته، فعليه أن يقضيها، أن يبادر بقضائها مرتبة كما رتبها الله سبحانه وتعالى. فيبدأ بصلوات اليوم الأول، يبدأ من الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم يبدأ بصلوات اليوم الذي بعده هكذا حتى يكملها. نعم. فضيلة الشيخ، الذين يقولون بأنه يصلي مع كل وقت وقت، ما رأيكم في هذا القول؟ هذا غلط وهو من كلام العوام، لا أصل له في الشرع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأمر بالمبادرة بصلاتها عند الذكر، ولا يؤخرها إلى دخول نظيرتها من الصلوات. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل راء يقول: عند التحلل من الإحرام، هل يجوز أن يقصر المعتمر لنفسه، أم لابد أن يقوم بالتقصير له شخص آخر حتى ولو كان معتمر؟ وإذا كان لا يجوز، فماذا علي في ذلك مأجورين؟ هو لا يتمكن من التقصير لنفسه، لأنه لا يأتي على مجموع الرأس، فلا بد أن يقصر له آخر، فيلتمس من يقصر رأسه بأن يمر على جميع جوانب الرأس ويقص منها. أما هو فلا يستطيع أنه يأتي على جميع رأسه ويقص منه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: جارتي يعمل زوجها في بنك وهي موظفة، ما حكم أكل ما ترسله إلينا، مع العلم بأننا لا نعلم هل هو من مالها أو من مال زوجها؟ المال الذي مختلط من حلال وحرام، فيه حلال وفيه حرام، يجوز الأكل منه، لأنه لا يتعين أن يكون المأكول من الحرام، والأصل الإباحة. فما دام المال فيه حلال وحرام فلا بأس الأكل منه، لأنه لم يتعين أنه من الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، لأن عندهم موارد مباحة. نعم. جزاكم الله خير. يا شيخ صالح تقول: بالنسبة للفازلين والكريمات المرطبة والكحل السائل والمكياج، هل يمنع وصول الوضوء للبشرة؟ إذا كان مجرد دهان فلا يمنع، أما إذا كان يتجمد على الجلد وله جرم يتجمد على الجلد فهذا لا يجوز، لأنه يمنع الماء من الوصول إلى البشرة. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة أبو إبراهيم يسأل، يقول: بعض المصلين فضيلة الشيخ يكثر الحركة بالمشلح والشماغ في الصلاة، ما حكم هذا العمل في الصلاة، وهل تبطل الصلاة بأكثر من حركة؟ هذا مكروه، الحركة في الصلاة من غير حاجة مكروه، وإذا كثرت وتوالت وكانت من غير حاجة ومن غير جنس الصلاة فإنها تبطلها بهذه الشروط: أن يكون من غير جنس الصلاة، من غير جنس حركات الصلاة، هذا واحد. الثاني أن يكثر ذلك، فإن كان قليلا لم يضر. الثالث أن يتوالى، فإن كان متفرقا لم يضر. الرابع أن يكون لغير حاجة، وإنما هو من باب العبث أو الذهول، فهذا يبطل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه أخت سائلة إيمان أرسلت بسؤال تقول: كنت في الصغر لا أطيع الوالدة أبدا، كنت دائما لا أطيع لها أمرا، وعندما كبرت عرفت في تلك الخطيئة وأنا أشعر بالذنب الكبير تجاه هذا الأمر، وأنا مقيمة هنا ودائما أتصل بوالدتي لتقوم بمسامحتي، ماذا علي تجاه والدتي مأجورين؟ عليك بأمرين: الأمر الأول طلب المسامحة منها عما حصل منك من الإساءة إليها، الأمر الثاني البر بها في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. نعود إلى سؤال الأخ الذي سأل عن بعض الحركات في الصلاة، له سؤال يقول: بعض الأئمة في المساجد وفي الصلوات الجهرية يا شيخ يقترب من الميكروفون عند القراءة
ويتأخر عن الركوع والسجود، فما حكم كثرة هذه الحركة أيضا؟ هذا لا يجوز الحركة والتقدم والتأخر، لأنه لا حاجة إلى دنوه من الميكروفون، وأيضا دنوه من الميكروفون يشوش على المصلين لأنه يتضخم صوته يشوش أو يختلط صوته. ينبغي له أن يثبت في موقفه وأن يبتعد عن الميكروفون قليلا حتى يتوازن الصوت، وحتى لا يحتاج إلى حركة وتقدم وتأخر، بل إن بعضهم يركع على الميكروفون ينحني عليه، هذا غلط كبير. نعم، بعضهم يلتفت إليه عن يمينه وعن يساره، يلتفت إليه ويحط اسمه فيه ويصلي، كل هذا أخطأ لا تجوز. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رمز لاسمه بعين ميم، التصدق بلحوم الذبائح للميت أو للحي في شهر رمضان، هل هناك عمل أفضل منه؟ وما حكم هذا العمل؟ نعم، إطعام الطعام في رمضان فيه فضل عظيم وخصوصية على غيره من الشهور، لأنه وقت الصيام وقت الجوع والحاجة، فيتصدق لنفسه أو لوالديه أو لمن يريد من إخوانه المسلمين بالطعام وباللحوم وغير ذلك مما ينتفع به. يقول فضيلة الشيخ: يغفل الكثير من الناس عن الدعاء بالنسبة للوالدين، فما أثر الدعاء في حياتهما مأجورين؟ الدعاء للوالدين من البر بهما، من البر بهما أحياء وأموات. الله جل وعلا يقول: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا دعاء لهما أمر الله تعالى به، سواء كانوا أحياء أو أموات. رب اغفر لي ولوالدي، هذا في القرآن، يبدأ بنفسه ثم بوالديه ثم بالمؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، أحسن الله إليكم. من الأردن الأخت المستمعة منى ألف ألف تقول: ما أفضل الأذكار التي يجب أن يرددها المسلم الشيخ إذا دخلت العشر الأول من رمضان؟ ليس هناك أذكار مخصوصة لرمضان، يذكر الله بما تيسر له من الأذكار، التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وغيره والتحميد وغير ذلك من الأذكار. ليس هناك ذكر في رمضان خاص إلا تلاوة القرآن في رمضان، فإنها من أعظم الذكر، وتلاوة القرآن في رمضان أفضل من تلاوته في غيره، لأنه فيه أنزل القرآن. نعم، وإذا كان في فضيلة الشيخ تستفسر يمكن عن العشر الأول من ذي الحجة، هل هناك أذكار مشروعة؟ العشر الأول من ذي الحجة الأذكار المشروعة التكبير المطلق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يكرر هذا ويردده في الليل والنهار وفي المسكن وفي المسجد وفي المتجر وفي الطريق، يكثر من التكبير في عشر ذي الحجة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ صالح. تقول السائلة أيضا من الأردن: من هم الذين يعطون من الزكاة من أهلي وأقاربي مأجورين؟ الذين لا ترثينهم بفرض ولا تعصيب، إذا كنت محجوبة من الإرث منهم وهم فقراء فأعطيهم الزكاة بهذين الشرطين: أن يكونوا فقراء مستحقين، والشرط الثاني أن تكوني محجوبة عن الإرث منهم. نعم، جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف من القصيم تسأل عن مس المصحف والقراءة منه للمرأة لمن عليه حدث. لا يجوز مس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف. نعم، أحسن الله إليكم. هذه أختكم فائزة تقول: إذا أفطرت المرأة يوما من رمضان ولم تقضي هذا اليوم حتى جاء رمضان الثاني، ماذا يلزمها يا فضيلة الشيخ؟ إن كانت أخرت القضاء لعذر حتى أتى عليها رمضان الثاني، فليس عليها إلا القضاء بعد ما ينتهي رمضان الثاني. أما إن كانت أخرته من غير عذر، فإنه يجب عليها أمران: الأمر الأول القضاء، هذا لا بد منه بعد رمضان، وثانيا إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم،
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، زوجي متهاون بالصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ولي منه 3 أولاد، ماذا يجب علي تجاه هذا الزوج؟ مأجورين. الواجب مناصحته إن تاب إلى الله وحافظ على الصلاة، وإلا فاطلب الفراق منه، ولا يجوز لك البقاء معه وهو لا يصلي، لأنه كافر، حتى يتوب إلى الله. فإن تاب وحافظ على الصلاة فتبقين معه، وأما إذا استمر على ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، ولا يجوز لك البقاء معه، بل طالبي بالفراق. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. سين ميم صاد من جدة يقول: ما حد الإسراف المنهي عن في القرآن والسنة فضيلة الشيخ؟ الإسراف هو الإنفاق الزايد عن الحاجة. الإنفاق الزايد ينفق على نفسه نفقة زائدة لا يحتاج إليها، ويتوسع في المآكل والمشارب، قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك الإنفاق من التبرعات الكثيرة التي فيها تبذير وإسراف، تبرعات إذا كانت في سبيل الخير وفي عمل البر ولو كانت كثيرة أجرها أعظم، لكن إذا كانت التبرعات ليست في سبيل البر ولا في سبيل الخير، وإنما هي أعطيات للناس غير المحتاجين وهدايا وما أشبه ذلك، وبذخ وعمل الولائم الكبيرة والإكثار من الأطعمة في المناسبات، هذا هو التبذير. الله جل وعلا يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالإنفاق إذا كان في غير بر، الإنفاق الكثير إذا كان في غير بر فهو إسراف، وأما إذا كان في طريق بر فهو طاعة ولو كثر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل صاد ميم سين: كلنا نطلب حسن الختام في هذه الحياة الدنيا، يقول: ما الأمور المعينة على حسن الختام للمسلم فضيلة الشيخ؟ المداومة على العمل الصالح، لأن من عاش على شيء ختم له به، فيداوم على العمل الصالح والطاعات، فإنه حري أن يختم له بالخير، والابتعاد عن المحرمات والمعاصي لئلا يختم له بشر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تسأل عن سفر الشغالة مع الأهل، مع أهل البيت لغرض العمرة، علما بأنه لا يوجد معها محرم. شيخ، الشغالة إذا كانت مع الأسرة ولا يخلو بها رجل ولا يخشى منها فتنة، وهي مع أسرة مع نساء، فلا بأس أن تخرج معهم، لأن بقاءها في البلد وسفرهم عنها أيضا يعرضها للفتنة أكثر، وكونها معهم ويحافظون عليها وتكون مع النساء فهذا أخف ضررا من بقائها في البلد. وعلى كل حال سفرها بدون محرم حرام، ولكن إذا كانت مع أسرة فسفرها معهم أخف ضررا من بقائها في البلد. نعم. جزاكم الله خير شيخ. هذه السائلة أم متعب تقول بأنها أدت العمرة فيما مضى، بحيث تقول: بأنني طفت حول الكعبة شوط واحد فقط، ثم لم أكمل بسبب صلاة الفجر، وبعد الانتهاء من الصلاة لم أستطع أن أكمل الأشواط 6 بسبب شدة الزحام، وخرجت من الحرم ثم عدت إليه في الصباح 10:30 وطفت 7 أشواط، أي أديت العمرة كاملة، ما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، ما دام عادت وأدت الطواف كاملا وسعت بعده وقصرت فإنها فعلت ما يجب عليها، وخروجها من أجل الزحام هذا هو المتعين عليها، لأن بقاءها في الزحام خطر عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أحمد محمد، مقيم يمني مقيم بالرياض، يقول: هل ورد شيء في الموعظة عند القبور؟ فنحن نشاهد البعض ينصح ويوجه، هل ورد شيء في ذلك؟ لم يرد شيء في هذا، والمداومة على الموعظة عند القبور غلط، خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مرة واحدة لسبب، وهو أنه
وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه فوعظهم صلى الله عليه وسلم لأن هذا لسبب، وهو عدم انتهاء إعداد القبر. أما إذا كان القبر معدا وشرعوا في دفن الجنازة فإنهم يقتصرون على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقفوا على القبر بعد ما يسوى عليه التراب وينتهي، يقفون عليه ويدعون له بالمغفرة والتثبيت. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الواجب، هذا هو المشروع والمستحب عند القبر وعند دفن الأموات. أما يجعل القبور دور للوعظ هذا بدعة. إذا كان يريد وعظ الناس بتذكيرهم يذهب إلى المساجد، يذهب إلى تجمعات الناس في المصالح الحكومية، في أما أنه يجي إلى المقابر ويخطب ويعظ، هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يداوم عليه ولم يفعله صحابته من بعده. نعم. أيضا الشيخ صالح، في ظاهرة انتشرت أيضا عند النساء إذا مات لهم قريب تأتي بامرأة لكي تعظ وتحدث في مجمع النساء، هل هذا أيضا وارد؟ هذا غير وارد أيضا، هذا من التكلف، من التكلف، ربما يتطور إلى تأبين، ربما يتطور إلى تأبين، ولا يجوز فتح هذا الباب للناس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الشيخ، هذا سائل يقول بأنه محافظ على العبادات والنوافل والصلوات، يقول: الفتور الذي يعتريني يا فضيلة الشيخ عن العبادة، ما علاجه؟ وهل آثم إذا تأخرت أو تراخيت؟ عن الفريضة لا يجوز لك التراخي والتأخر، بل عليك بأداء الفرائض في أوقاتها ومع جماعة المسلمين. وأما في النوافل فاحرص على الاتيان بها، ولو قدر أنك تكاسلت بعض الأحيان أو هذا لا حرج فيه لأنها غير واجبة، لكن عليك بأخذ نفسك بالعزيمة وتعويدها على فعل الطاعة والمداومة عليها، وبذلك تألفها. نعم. أخيرا يقول هذا السائل: ما حكم من ظهر عليه الصباح في يوم رمضان وهو جنب؟ نعم. ماذا يلزمه؟ لا بأس بذلك، إذا طلع الصباح وهو جنب لم يغتسل فإنه يصوم ثم يغتسل بعد ذلك، وهذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدركه الصباح وهو جنب عن جماع، ثم يصوم عليه الصلاة والسلام وهو جنب، ثم يغتسل ويصلي الفجر. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. شكرا لحضراتكم، يجمعنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.